لما يبقى في بنوتة عربية عندها جايزة عالمية وعندها رقي وعندها إحساس بالسعادة وتبكي حزنا على مأساة فلسطين، كلمة رغم أنها دقيقة لكن هي مؤثرة جدا، لأنها مش سياسية ولكنها إنسانية. أكيد أكيد. إحنا القضية أو اللي بيحصل في غزة المرة دي مختلف تماما عن أي مرة تانية، واللي خلاه أو اللي خلانا نعمل سبوت لايت على هذا الاختلاف مش بس كلمة أنس جابر وهي بتاخد البطولة بتاعتها وهي بتاخد الجايزة بتاعتها في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للعبات التنس المحترفات، بكائها وعياطها في المنظر ده وكلمتها ان هي مش قادره تفرح بالجائزه دي ومش قادره ان هي تنبسط بيها، لان اللي بيحصل في فلسطين كتير جدا وبالذات مشاهد الاطفال اللي بيقتلوا. انا عايزه اقول حاجه مهمه جدا بجد لكل الناس اللي متابعين على الانستجرام او على تيك توك او على اي شبكه من او اي ابلكيشن من الابلكيشنز الموجوده على التواصل، شبكات التواصل الاجتماعي، بجد هيلاقي الدنيا مختلفة خالص. الغرب ابتدى ياخد باله من الانتهاكات اللي عاملها إسرائيل بطريقة غير طبيعية، ابتدوا هم يتكلموا، ابتدوا هم يصوروا فيديوهات، ابتدوا هم ياخدوا بالهم. يعني احنا عندنا أخبار كتير لكن من أهم الأخبار أنا شفت فيديو غريب جدا 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 أسعدني بطريقة غير طبيعية. الفيديو إن مجموعة من البنات من أوروبا ومن أمريكا انفلونسرز يعني أخدوا شفت اللي هو بيقول اللي هو بيتكلم عن الحمد لله، كلمة الحمد لله، حتى كلمة الحمد لله ابتدى الناس دي تاخدها وتفسر وتقول قد إيه الناس دي وهي بتتضرب وهي بتموت وولادها شهداء في إيديهم، كلمة الحمد لله ما بتسيبش بقهم. ابتدينا نغير وجهة نظر الناس للقضية الفلسطينية، لفكرة الإسلام عموما، لقد إيه الشعوب بالظبط وليست الحكومات بالظبط. احنا ما بتكلمش على الحكومات، انا معاكي في كده، انا بتكلم في بني ادمين. البني ادمين ابتدوا يلاحظوا ان، هقول لك على بوست تاني، الناس ابتدت تلاحظ ان ولا مره حد طلع بوست مصورينه مثلا لحد جريح او حد مأذي في بلاد في اسرائيل او شاتم. كل الناس الحمد لله احنا هنفضل صامدين، مش احنا بنقول ده العالم بره هو اللي بيتكلم بالنيابه عننا. انتبهوا لده، العالم انتبهت لحاجه مهمه جدا رغم ان اللي هو فكره الانسانيه بالظبط. نعم للانسانيه.